السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وكدوزتوا العيد، تعطلت عليكم شوية بهاد الفيديو، ولكن لي ظروف داكشي علاش. مهم كما كان الحال، أنا شاركت معكم الأيام ديال العيد اللي خرجنا فيها. أنا دابا صوتي شوية، كنت أسف على الصوت ديالي، شي شوية عيانة ضاربني البرد، وحلقي شوية ماشي هو هذاك. ونتمنى يعجبكم ان شاء الله هاد لا فيديو هذا، خليكم معايا. وكنشكركم بزاف 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 على التشجيعات ديالكم، واللي اول مره تيشوف القناه كنقول ليه مرحبا والف مرحبا. عند ام سندوس فضلا وليس امرا، اشترك باش يوصلك كل فيديو كنلوح. اللايك ما تنساوش ليا اللايكات، جزاكم الله الخير. خليكم معايا في هذه الجولة الجميلة بصراحة والرائعة، اللي من بعد العيد يعني خرجنا درنا واحد الجولة ما بين مدينة الدار البيضاء الكبرى، وما بين مدينة أزمور، وما بين مدينة قنيطرة. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. مهم أن البلايص اللي مشينا ليهم راني شاركتهم معاكم. هذا ما نقول لكم، وشكرا لكم بزاف، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. وما تنسوش التشجيع ديالي، ما تنسونيش، جزاكم الله خير فضلا وليس امرا. شجعونا مزيان باش ان شاء الله نقدروا نكملوا هذا الشيء اللي كاين، وفرجه ممتعه. وما تنسوش ليا لي لايك والبارطاج، علاش لا، فضلا وليس امرا. اكيد الى عجبكم، الى كان كيعجبكم المحتوى اكيد. وفرجة ممتعة.
وهنا في المول ديال الدار البيضاء صراحة شي حاجة زوينة. ملي كتجيو لهنايا كتشوفوا شي حاجة مختلفة. هاد الحوض ديال الأسماك، شي أنواع ديال الأسماك صراحة زوينة بزاف. العين سبحان الله العظيم، ملي كتشوف هاد الناس سبحان الله شي حاجة زوينة صراحة. ما عرفش كيفاش نعبر لكم، مهم شي حاجة زوينة. We'll be right back.
وهنا دخلنا عند منيرجع كنا راجعين من مدينة الزمور. لقينا هذا المحل ديال الطين او الفخار. بصراحة هبطنا درنا عنده واحد الجولة، وقبل ما نصور خديت من عنده الاذن، قلت له واش ممكن نصور، قال لي مرحبا وصورت. مهم اللي قدرت عليه، وخديت من عنده شي معن. مهم دابا تشوفوهم معايا في الفيديو، والطريقة ما تنسوش تشوفوا معايا الطريقة اللي اول مرة غادي يشري طاجين ديال الطين او الفخار، يعني كيفاش يستعمله قبل ما يطيب به. فهذه مرحلة مهمة بزاف، يعني خاصكم تكونوا عارفينها. ماشي هادشي المجلج، الطين العادي، اما المجلج غتخدموا به عادي، ولكن الحاجة اللي كتكون طين يعني ما مجلجة ما والو، فضروري عندها واحد القواعد خاصهم يداروا قبل ما نطيبوا فيهم. ومرحلة بمرحلة غتشوفوا معايا، بقاو معايا غادي تشوفوا معايا كيفاش صوبتوا، كيفاش مهم تعرفوا بزاف الحوايج اللي بالاخص اللي عمرو ما خدا طاجين، بالنسبة للناس اللي ماشي مغاربة ولا. مهم نتمنى يعجبكم الفيديو والطريقة. مهم عنده شي حاجة واعرة، يعني سارينا عنده كامل، ورغم ما صورتش بزاف يعني لضيق الوقت، وحنا راجعين راكم عارفين ملي كتكونوا راجعين هبطنا غير درنا عنده جولة. سمحوا لي صبعي ما عاد كيفاش هبط لي تا درقت عليكم الكاميرا. عنده شي حاجات يعني كيحمقوا صراحة. مهم خديت هذاك الشيء اللي انا باغا، وقلت مره بحال هكا منين نكونوا هكا خارجين هاد الخراجات ولا تسافيرات ديما ناخذوا شي حاجه تبقى تذكار وتبقى يعني شي حاجه اللي هي زوينه. وهنا يا البنات اليوم الثاني، مشينا داك النهار اللي كنا في أزمور لغد شدينا الطريق لمدينه قنيطره. كان ولدي عنده شي حاجه بغاها تما، مشينا كنقلبوا عليها ولقى داكشي اللي بغى، قلب عليه لقاه ودرنا جولة تمايا. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو كامل، وما تنسوش تبقاو حتى الاخير وتشوفوا معايا قلت لكم الطريقه كيفاش تروضوا الطاجين. وسبحان الله العظيم شدينا الطريق يعني الشتا من كازا، سبحان الله العظيم الطريق كامله وهي الشتا، حتى دخلنا لمدينة قنيطرة بحكى أنها ما صبش الشتا. سبحان الله العظيم جو آخر، سبحان مبدل الأحوال، يعني جو آخر كأن الشتا ما كانتش، بحال كنا غير كنكذبوا. ونتمنى تعجبكم الجولة إن شاء الله وتعجبكم الطريق إن شاء الله. مرحبا بالجميع. وهنا الوليدات جاهم الجوع بغاو ياكلوا، وبقينا كنقلبوا على شي محل ديال الماكله. لقينا هذا المحل، هذا زوين بصراحه، منظم بواحد الطريقه يعني زوينه بزاف عجباتنا. كتمشي كتكوموندي على الحاجه الماكله اللي انت باغي،
وكيعطيوك واحد التليكوموند كتاخذها وكيقولوا لك تسنى الوقت اللي كتلحق كيوجدوا الماكله كيتصوني عليك هذيك التليكوموند كتنوض لعندهم وكتاخذ الماكله ديالك. وشي حاجه زوينه وشي حاجه نقيه بصراحه وشي حاجه لذيذه بزاف بصراحه وشي حاجه اللي هي بالنسبه لثمنها مناسب جدا. وهنا البنات من بعد ما رجعنا للدار هذا الغد حيت رجعنا في الليل وهذا الغد ديال الغد الاخر زعما هادو هما الطويجنات اللي خديت وخديت واحد الطبيصله حتى هما عجبوني حتى هما خديتهم انا كيعجبني هذا الشيء التقليدي بزاف وخديت هاد سميتهم بحال الطويجنات بزاف ديال الاستعمالات ممكن تستعملوهم بهم وخديت هاد الطاجين هذا الكبير اللي عجب راجلي وبغاه خديتوه نوريكم الطريقه باش نصوبوا. هادو هما الطبيصلات خديتهم كل واحد في النوع كل واحد شكل يعني ما خديتهمش نفس الزواقه بغيت ننوع فيهم وعجبوني بزاف الصراحه وشي حاجه زوينه وشي حاجه مختلفه. هنا درت الماء بانيو ديال الماء رقدت فيه الطاجين وهذوك بحال المقيلات صغار يعني كيلقوا بزاف ديال الحاجات رقدتهم فيه يعني مده واحد 3 سوايع او 4 سوايع كنعمر عليهم الماء كامل لا بد من هذه المرحله قبل ما تغسلوهم قبل من هذه اول مرحله كديروها. من بعد كنحيدهم وكنشمشهم يعني نشفوا وعاد كندهنهم بالزيت الروميه كاملين يعني الطاجين والغطا ديالو وعاد كنسخن الفران مثلا طيب فيه شي حاجه او طيبت فيه الخبز او هذا كنطفي عليه وكندخلهم همايا يعني داك الصهد كيرجع عليهم. هذه هي الطريقه سهله ما فيها حتى شي عذاب وكيكون عندكم واحد الطاجين اللي يمكن تستعملوه بكل سهوله ما يلصق ما يشرب لكم زيت ما حتى شي حاجه. ها هما درتهم في الفران من بعد ما سخنته مزيان صافي وطفيتو ودخلتهم وخليتهم هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش ولاو. هذه هي الطريقه باش ولاو بصراحه شي حاجه زوينه ويعني ما كيبقاوش يحرقوا وما وشي حاجه اللي ما كتشربش الزيت الا طيبتو به يعني ديريكت غادي يشرب لكم الزيت وكيحرق. هذه مرحله يعني فايته مجرباها وهذه هي الطريقه باش تخدموا ونتمنى يعجبكم لا فيديو. شكرا لكم بزاف وشكرا للتشجيعات ديالكم وخليتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله.